الفريد، اهلا بجميع مشاهدي نشره التاسعه والقناه الاخباريه. نعم، نتحدث عن الامير بدر بن عبد المحسن. لا يموت العظماء رغم غياب اجسادهم. البدر عظيم من عظماء المملكه العربيه السعوديه، سطر بكلماته ومشاعره واحاسيسه امجاد المملكه حتى باتت ايقونه سعوديه تردد في قلوب ابنائها اينما كانوا. مسيره طويله مع الأمير بدر عبد المحسن والشعر والفن، وخير من يتحدث عن هذه المسيرة ضيفي وضيفكم في هذه اللحظات الفنان الأستاذ عبادي الجوهر. أهلا وسهلا بك أبو سارة معنا عبر الشاشة الإخبارية. بداية، أحسن الله عزاك وعزاؤنا جميع في وفاة الأمير بدر عبد المحسن. بداية، كيف تلقيت خبر وفاة الأمير بدر عبد المحسن؟ والله ما أعرف أوصف، يعني كانت صدمة بالنسبة لي كبيرة جدا. بين يعني مصدق ومتمني أن تكون إشاعة يعني. لكن إيمانا بقضاء الله وقدره استسلمت يعني في النهاية للخبر الحقيقي. يعني كنت حزين جدا وما زلت الحقيقة لليوم لسه مش ماني مستوعب. أستاذ عبادي، هناك بعض المواقف ويعني أنت عاشرت الأمير بدر 52 سنة، وش أبرز المواقف اللي حصلت بينك وبين الأمير بدر؟ يعني مواقف كثيرة جدا من عام 71 عندما تعرفت عليه. عام 71 بدأنا نتعامل أعمال فنية، وأول ما غنيت له من ألحاني، وكانت هذه مسألة غريبة يعني، لأن أنا كنت ما ألحن لسه في الفترة هذه توي يعني سنتين، لكن هو اللي آمن بي كموهبة من غير ما ألحن يعني، وقال لي أنا هعطيك نصوص تلحنها أنت. وفعلا أعطاني 3 أعمال كانت كأنك حبيبي وصدى وأحبها، فعلا سجلتها في القاهرة. وبعد كده توالت الأعمال بيني وبينه، وقدمت حوالي 28 أو 30 أغنية من كلماته يعني، منها أعمال أفتخر فيها كثير إنها من كلمات الأمير بدر رحمة الله عليه، ومن ألحاني، من ضمنها على المهاف، من ضمنها المزهرية، المراية، أول ليلة، سوالف رحلتي، كلهم راحوا، مجموعة كبيرة من الأعمال يعني. أقرب عمل كتبه البدر وغناه الأستاذ عبادي؟ أقرب عمل لنفسه أول شيء، طبعا أنا كلها قريبة مني الحقيقة، لكن هو رحمة الله عليه كان يحب جدا أغنية المزهرية. حتى أذكر في تكريمه في الدوحة وتكريم رفقاء الدرب، وكنت أنا واحد منهم، وكنت أنا موجود وكرمنا جميعا. ولكن لما جاء عند وقتي أنا قال لي ما تنزل من المسرح، أنا أبغاك تغني. قلت له أنا ما يعني أنا ما جيت أغني، وفي الفرقة الموسيقية ما سويت بروفة معاهم. قال لي لا، أنا أبغى أسمع المزهرية. هو كان يحب المزهرية جدا يعني، والمزهرية كتبت تقريبا في سنة يعني، أخذ وقت طويل في كتابتها يعني. ونتحدث أيضا على الكواليس بينك وبين الأمير بدر في ترتيب الأعمال، يعني أنتم كفنانين ممكن تعطوا رأيكم في النص أيضا، إيش الكواليس اللي حاصلة؟ أيوه، كان مرن ولين في التعامل يعني كشاعر، يعني ما عنده أي مانع أبدا أنه يغير يبدل للملحن أو للفنان إذا طلب هذا، وإذا اقتنع طبعا بهذا الطلب يعني، كان يبدل ويغير في النص يعني، كان مرن في التعامل. و
يعني أذكر آخر عمل جمعني به كان العام الماضي، كان أغنية خوف سكات، ورحت له الرياض والتقيت فيه في بيته، وكان في كلمة يعني في النص ما كانت مضايقتني يعني كغناء يعني، وكمعنى ممكن يفهم بشكل مش صحيح يعني. فجلست عنده ممكن حوالي ساعتين، وبعدين هو فجأة قال لي أنا غيرت لك مش الكلمة بس، غيرت لك الشطرة كلها. يعني كان مرن في التعامل، وكان ودود الحقيقة في التعامل، كان ودود وعلى خلق كبير وخجول على فكرة، كان يعني حتى يعني شخصية فيها الكثير جدا من الأشياء الطيبة. الله يرحمه. السؤال الأخير لك أستاذ عبادي، خرجنا من السبت الحزين إلى الأحد الحزين أيضا، تداول قبل قليل خبر إصابة فنان العرب بمرض السرطان. كلمتك لفنان العرب أستاذ عبادي. والله أنا ما عرفت إلا اليوم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافي عنه ويخليه لأولاده ولأهله والجمهور ومحبينه. يعني أنا لسه أنا كنت حابب أتصل بيه قبل ما تجوني أنتوا، وإن شاء الله حيكون بيني وبينه اتصال إن شاء الله، أطمن فيه عليه بإذن واحد أحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه. اللهم امين. الله يرفع عن فنان العرب ويرحم الامير بدر، ولك طوله العمر ان شاء الله يا ابو ساره على الصحة.